وشوشة. اتفرج على نجيب الريحاني وببقى بقعد ميت على نفسي من الضحك، لان ده بالنسبة لي السورس بتاع الكوميديا في مصر. يعني ده اصلا يعني لحد الكوميديانات دلوقتي كلهم تباعا، هو اللي طور في فكرة الكوميديا، زي ما بيرم التونسي او زي ما سيد درويش طور في المزيكا. المزيكا الاول كانت ما هو بقت الايقاع سريع، فبعد كده كله خد منه. برضو نجيب الريحاني كان بيرمي الافيه الذكي، كان بيرمي افيه من المأساة وهو غضبان وزعلان، كان بيرمي افيه الموقف ان هو لا هيضرب على فتاح القصر فيشوف في واحد بيتضرب فيقول طب اعمل ايه، عايز نعمل ايه. فلا كل ده يعني ربنا، يعني مصر ولادة فعلا بالفنانين الحقيقيين. تفضل ان احنا نعيد الافلام دي تاني زي مثلا فيلم العار او كده ولا لا؟ لا ما انا مش بحبش الفكرة دي الصراحة، لان مهما 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 عملتي لو الفيلم الاساسي ناجح هتبقى فيه مقارنة مش لصالح اللي موجود، بالذات لما يبقى فيه عمالقة هم اللي عاملين مثلا الحاجة، حتى اللي حاصل ده لو كان كويس جدا. الا لو مثلا فيلم كان فاشل او مش كويس ومعمول رديء بس القصة حلوة والموضوع حلو ومش عارف ايه، فممكن اعيده بانتاج جامد. مع ان على فكرة السينما العالمية بتعمل كده، يعني بياخدوا افلام ممكن كوري وبعدين يعملها امريكي وبتاع، بس انا معرفش ما بحبش الفكرة دي تحديدا في حاجة ليها علاقة بالسينما بتاعتنا وبتراثنا والحاجات اللي موجودة في دماغنا يعني مؤثرة فينا. بس انا كنت مؤخرا كنت عامل مسرحية ومصطفى بصيري بيعمل صديقي، يعني لان مصطفى معايا من ايام الثانوية العامة، ما سابنيش غير لما اتجوز يعني. فطول الوقت كنت بشتغل مسرح، بس بقالي مثلا فترة متوقف عشان بعد يعني مركز في اللي انا فيه. كنت عامل مسرحيه ابو كبسوله اللي هو بيعرضها دلوقتي في اسكندريه، بس المشكله ان انا ارتبطت بتصوير المسلسل بتاع بحر، فلو هيبقى متاح لي وقت طبعا هشتغل مسرح. وانا بعشق المسرح لان الحاجات بتبقى حاضره وبيبقى في كونتاكت بين بيني وبين الجمهور وكده. لو هعمل مأساويات وهعمل مسرح غنائي ربنا يسهل ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشك.